السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم سوف نقرأ هنعمل أضاءة أضاءة طريق أصحابها. لويس برايل عبقري فرنسي ولد عام 1809. فقد بصره في سن صغير عندما كان يعبد بأدوات حادة في محل والده. ظهرت عليه ملامح ذكاء حاد ونبوغ منذ الصغر، واتصف بالمرح وطموح يرجع له الفضل. بعد الله في إضاءة طريق المعرفة للمكفوفين. التحق في سن 10 من عمره بمدرسة خاصة بتعليم المكفوفين القراءة والكتابة، وكان عدد التلاميذ المكفوفين بها كثيرا، وكان التلاميذ جميعهم يجتهدون في تلقي العلم على الرغم من صعوبة ذلك بالنسبة لهم، لأن الحروف التي كان يستعملونها ضخمة جدا وكبيرة الحجم وثقيلة الوزن أيضا. حاول لويس برايل أن يتعامل مع هذه الحروف، لكنه كان يشعر بصعوبة الكتابة بها، فسأل والدي ذات اليوم: لماذا لا تكون هناك طريقة يستطيع معها الكفيف أن يخرج طاقته كلها في الكتابة والقراءة ومتابعة ما يجري من أحداث؟ إن الحروف التي يستعملها المكفوفين تمنعهم من مواصلة التعليم، وبذلك يعني الكفيف مرتين، ومرة من عاهات العامة وأخرى من عدم قراءة وكتابة اللاتين. يساعده اتقانهما على تجاوز هذه العاهة. وكان مما ذكره برايل ذات اليوم أن أنا كثيف، ولكن إن لم تتمكن عياني من الاطلاع على الناس والحوادث والعالم من حولي، فلا بد من أن أجد وسيلة غيرها لأتمكن من ذلك. وشكرا.